مرحبا يا أصدقاء، سنحكي اليوم قصة عن أيام مميزة، إنها قصة رمضان كريم. استيقظت حميدة في الليل فوجدت أسرتها تأكل، واستغربت لماذا يأكلون في هذا الوقت المتأخر؟ إنه ليس وقت العشاء المعتاد. وعندما أشرقت الشمس أعدت الأم الفطور، وتناولت حميدة الفطور، لكنها استغربت أيضاً، لم يجلس معها أحد، لا أمها ولا أبوها. وفي العصر تجمع أفراد الأسرة، حضر الجد والجدة والأطفال، وفرحت حميدة وقالت: ياي! إنه يوم جميل! ثم دخل أفراد الأسرة المطبخ، وحميدة سعيدة لأنها تشارك في إعداد الطعام، لكنها مستغربة لماذا يجهزون الأكل مبكراً؟ جلست العائلة على سفرة الطعام، لكن لم يمد أحد يده ليأكل إلا بعد سماع الأذان. الله أكبر، الله أكبر! وزاد استغراب حميدة. ثم ذهب البعض إلى المسجد لأداء الصلاة، والبعض صلى في البيت. سألت حميدة أباها: لماذا هذا اليوم مختلف؟ قال الأب: اليوم هو شهر رمضان، نسينا أن نخبرك. وفي شهر رمضان نأكل في الليل فقط، لا يصح أن نأكل في الصباح ولا في الظهر ولا في العصر، فقط نأكل إذا اختفت الشمس. ونحن نصوم في شهر رمضان طاعة لله تعالى، لأنه أمرنا بالصوم، ومن فوائد الصوم أننا نتذكر جوع وعطش الفقراء فنشكر الله. قالت حميدة: أنا سوف أصوم غدا معكم. قال الأب: لا مانع أن تجربي. وفرحت حميدة. النهاية. وأنتم يا أصدقاء، هل جربتم الصيام في شهر رمضان؟ إن أردتم أن تصوموا، لا تنسوا أن تستشيروا والديكم أولاً، وتذكروا أننا نصوم طاعة لله تعالى، وشاهدوا أيضاً مقاطعنا الأخرى عن شهر رمضان لتتعرفوا عليه وتتعلموا أكثر عن الصيام. وإذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. مع السلامة.